يقول صبر الزوج على زوجته إلى أي حد؟ الأصل ثم يكون الطلاق إيش؟ متى يكون الطلاق جائزا؟ أي نعم. سؤالان في سؤال هما يعني متى يطلق الرجل امرأته تقريبا؟ متى يطلق الرجل امرأته؟ قال أهل العلم يعني الطلاق تندرج تحته الأحكام الخمسة. الطلاق تندرج تحته الأحكام الخمسة اللي هي واجب، مستحب، مباح، مكروه، محرم. يكون محرما إذا كان بقصد الإيذاء والإضرار، يريد أن يضرها، يريد أن يؤذيها أو يؤذي والديها أو كذا، فهذا طلاق محرم لأن النية سيئة وهي نية الإضرار. ويكون مكروها إذا كان بدون سبب، إذا كان بدون سبب فهو مكروه الطلاق لأنه يرضي إبليس، وإبليس كما هو معلوم ينشر جنوده من الشياطين، فكل يقول فعلت يقول ما فعلت شيء حتى يقول له فرقت بينه وبين امرأتي، يقول أنت. فالأصل في الطلاق الكراهة إذا كان بدون سبب، وقد جاء في الحديث إن أبغض الحلال عند الله الطلاق، والحديث ضعيف لكن حسنه بعض أهل العلم. فالقصد أن الطلاق إذا كان بدون سبب فإنه يكره، ويباح إذا كان بسبب وهو كراهيته لها، لا يحبها ويخشى أن لا يعطيها حقها من المعاملة الحسنة أو كذا، فهنا يباح له ذلك. ويستحب إذا كانت سيئة الخلق وتؤذي والديه، فهنا يستحب له أن يفارقها. ويحرم يجب الطلاق إذا كان الإنسان آلى من زوجته، والإيلاء كما يقول الله تبارك للذين يؤلون من نساء تربصوا أربعة أشهر فإن تابوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. الذي يؤلي من امرأته والذي يحلف ما يجيها، واحد يقول زوجته والله العظيم ما أتيك لمدة شهر، هذا إيلاء. الله تبارك وتعالى أعطاه لأربعة أشهر بس، يعني له أن يقول لزوجتي لا آتيك لمدة شهر، لا آتيك لمدة شهرين، لا آتيك لمدة أربعة أشهر، لكن لا يجوز له أن يقول لا آتيك سنة أو ستة أشهر، حد أربعة أشهر. فإذا اشتكت عليه المرأة عند القاضي فالقاضي يلزمه، يقول إما أن تأتيها وإما أن تطلقها، وهنا يكون الطلاق واجبا، يكون الطلاق واجبا، إما تعطيها حقها وإما أن تطلقها. فبالنسبة للسؤال هنا متى يصبر الإنسان على سوء خلق زوجته؟ إذا كان سوء الخلق متوقف عليه هو فالتحمل مباح، أن تتحملها وكذا لا بأس، طيب، وإن لم تتحمل فيباح لك أيضا أن تطلق. أما إذا كان سوء خلقها يتعدى إلى الوالدين فهنا لا، يستحب له أن يطلقها ويفارقها لأنها آذت والديه، والله أعلم.